برضو أكلة حلوة جدا المكرونة، كلنا بنعشق المكرونة بأشكالها وألوانها وكل الأفكار بتاعتها. النهاردة هنقدمها بطريقة حلوة جدا بالجبن، فالنهاردة إن شاء الله تنال إعجابكم. يلا بينا نقول مقاديرنا. ومقاديرنا عبارة عن نص كيلو من المكرونة، أي نوع أنت بتفضليه، هنسلقها تلتين سوا، يعني هتكون مش مستوية سوا كامل عشان تاخد من طعم الحاجات الجميلة اللي احنا هنضيفها عليها. هنحتاج كمان معلقة كبيرة من الثوم المفروم، معلقتين كبار من الجبنة الكريمي، وكوبايتين من ميكس الجبن لو موتزاريلا بقى وشيدر وجبنة رومي. هنحتاج كمان معلقتين كبار من الصلصة، كوباية كريمة طهي، ونص معلقة صغيرة من البابريكا، وملح وفلفل اسود، ولو ما عنديش كريمة طهي نقدر نستغنى عنها بكوباية حليب عليها معلقة قشطة وهتقضي معانا الغرض. ويلا بينا نشتغل على طول. هبتدي اخد الثوم واروح في طاسة على النار احط فيها شوية زيت كده صغيرين، واخلي الطاسة تسخن. تمام، ابتدي احط الثوم بقى علشان نشوحه. يلا بينا، ادي الثوم مع شوية زيت على النار هيتشوحوا كويس، مش عايزين الثوم يبقى لونه غامق، يا دوبك دهبي فاتح خالص. واجهز معايا معلقتين الصلصة. بنشوح الثوم، عايزين لونه بس يبقى ذهبي فاتح. نضيع بس الطعم الني بتاعه. بدأ يدخل معايا في اللون الذهبي. مجهزة الصلصة، معلقتين كبار من الصلصة هبتدي انزلهم على الثوم. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلصة طبعا متسبكة، هبتدي احط بقى الكريمة واحط الجبنة الكريمي والبهارات بقى بتاعتنا كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. طريقة وصوص حلو قوي. وادي الجبنة. ونحط بقى الملح والفلفل والبابريكا، ونخلي بالنا ان احنا عندنا يعني كمية لا يستهان بيها من الجبنة، فنركز في موضوع الملح عشان ما نحطش ملح كتير بعدين نحط جبن فالدنيا تحدق مننا. نحط البابريكا كده ونحط الملح والفلفل. زي ما انتوا واخدين بالكم معايا، في حاجة كمان، سلق المكرونة طبعا في العادة او في الغالب بنحط ملح، فبرضو نخلي بالنا من الجزئية دي ما نزودش الملح خالص. دي الفلفل الاسود غلي على النار، كنا شوحنا الثوم في معلقتين من الزيت يا دوبك اصفر فاتح خالص، نزلنا بالصلصة وبعد كده حطينا الجبنة الكريمي، حطينا الجبنة الكريمي والكريمة تمام، وحطينا كمان ملح وفلفل والبابريكا. وتعالوا بينا يلا ننزل على طول بالمكرونة. زي ما اتفقنا المكرونة تلتين سوا عشان لما تمتص من السوائل بتاعه الصوص اللي احنا عملناه ده تكمل التسويه فيها وتطلع معايا مفلفله برده مش معجنه، بس في نفس الوقت خدت طعم حلو. واحط فيها حوالي كوبايتين من الجبنه الكريمي واقلبهم كويس. خلاص
خلطة تحفة، صوص جميل هيخلي طعم المكرونة رائع جدا. أتأكد بس إن أنا مزجت كل المكونات مع بعض كويس قوي، وارفع على طول من على النار. هنلاقي دلوقتي إن الجبنة بدأت تسيح وتفك كده في حرارة المكرونة. يلا نرفع، بسم الله، ونجهز مع بعض الطاجن اللي هيدخل الفرن. الليمون الأول في الأرضية، سكنه كويس، وادي ورقة الزبدة، وفضي المكرونة بتاعتنا بالصوص بتاعها على طول. بسم الله الرحمن الرحيم، زي الفل. ظبطيها بقى في الطاجن كويس، ويلا بينا نضيف عليها جبن بقى على الوش علشان الجبن دي هتسيح ويبقى شكلها وطعمها في منتهى الجمال. تلاقيها بتمط بقى كده وانتي بتقدميها، رائعة. اللي احنا عملناه تحت هو اللي هنعمله فوق. ابتدي اغطي الاول بورق الزبده، تمام، وبعد كده ورق الالومنيوم، ممكن اديها كمان ورقه اغطي بيها بقى الطاجن كله. والفرن يكون سخن وعلى درجه حراره 200 وعلى الرف الوسطاني، هتقعد ربع ساعه بس كل حاجه مستويه. محتاجين ان الجبنه تسيح وتفك كده مع المكرونه، والمكرونه تكمل الجزء البسيط اللي فاضل في تسويتها. يلا بينا، الفرن سخن على درجه حراره 200 وعلى الرف الوسطاني. بس كده، ما خدتش 10 دقائق، خلصنا المكرونه. يلا المكرونه، انا بصيت عليها كده في الفاصل لقيتها خلاص الجبنه ساحت والدنيا تمام، ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، طاجن المكرونه بالجبن. نفتح بقى كده، شايفين المكرونه بتغلي ازاي؟ واو، الجبنة ساحت والدنيا فظيعة. عايزة بقى تديها لون براحتك، مش عايزة تديها هي كده حلوة جدا. تعالوا بينا كده نجيب شوكة كده ونجرب الدنيا عاملة ازاي. الريحة فظيعة، بصوا، واو، بجد تحفة تحفة، ما شاء الله، بجد حلوة قوي. كان نفسي هم يا جمل قوي والله، بس سخنة جدا. هي تحفة تحفة ما شاء الله، جميلة جدا. يلا بقى عايزاكم تجربوها وتقولولي رأيكم ايه.